وعود إعمار تسابق الحرب في اليمن، فالبنك الدولي بدأ في وضع خطة وصفها بالدقيقة لمرحلة ما بعد الحرب. تتضمن الخطة تقديم خدمات أساسية لسبعة ملايين يمني بمبلغ 450 مليون دولار. تؤكد الخطة الدولية التي ستقوم بتنفيذها المؤسسة الدولية للتنمية خلق فرص عمل يستفيد منها حوالي مليوني يمني، والعمل على الاستجابة الفورية للاحتياجات النقدية وتنظيم جهاز مصرفي موحد يخدم الاحتياجات الاقتصادية في اليمن. تتزامن وعود البنك الدولي مع إعلان البنك الإسلامي للتنمية رفع التعليق على السحوبات المالية وتأجيل سداد الأقساط عن اليمن لمدة عام، وهو إعلان قالت الحكومة على لسان وزير التخطيط محمد السعدي أنه سيسهم في مشاركة البنك في خطة إعادة الإعمار. خطة الإعمار الدولية سبقتها تحركات خليجية في الأيام الماضية تهدف لإيصال المساعدات التنموية للمناطق المتضررة من الحرب. كانت الحكومة اليمنية قد كشفت في بداية إبريل الجاري عن اجتماع دولي مرتقب في 25 من هذا الشهر يبحث عن آلية تمويل خطة استجابة لمواجهة الأزمة الإنسانية، تبلغ ميزانيتها بحسب مصادر حكومية أكثر من ملياري دولار. لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب في اليمن، حتى البنك الدولي، لكن التصريحات الدولية والإقليمية تتزاحم حول إعادة إعمار ما خلفته حرب لم تنتهي بعد.